السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف برنامج من برامج الـ CMMS، ودي برامج خاصة بمراقبة أداء المبنى والأجهزة اللي موجودة جواه، وإذا كان في أي مشاكل وأقدر أبعت من خلاله أوردر للتصليح. يبقى في كل الأجهزة اللي موجودة في المشروع ده، أحد البرامج المنتشرة. والميزة في البرنامج دوت إن هو أونلاين، فيبقى سهل جدا إن تدخل من أي مكان وتدخل اسم الباسورد الخاصين بالمشروع. هو يقول لك الاداء اللي موجود وايه قطع الغيار مثلا المفروض تتغير النهارده وهكذا. فبتلاقي بيانات بكل الار اي كيو اللي في المشروع، كل الاكيومنت اللي موجوده في المشروع، وكل واحده كل ايتم ليه الرقم بتاعه. ده مثلا البامب المكان بتاعه موجود فين، وال عدده واليونت وكل الاسيت هتلاقيها موجوده هنا. وفي اناليسز للاداء او اسيتس، كل الاسيتس اللي موجوده في المشروع، وده مكان كل جزء فيهم. ده اناليسز، ودي الشينج الحاجات اللي فيها تعديلات، في جزء قطع غيار مثلا هتتعدل. هنا البروجكت، هنا الورك اوردر لو انت عايز تعمل امر بان في حاجه مثلا المفروض انك تعمل لها صيانه النهارده، فتقدر تضيف امر جديد مثلا من المفروض مثلا في جزء حاجه تتصلح النهارده او في حاجه تعمل النهارده، فبنبدأ نديها تاريخ ونحدد مين اللي هيعمل المهمة ديت. فهاجي هنا من كرييت وابدأ ان انا اضيف حاجة جديدة، ورك اوردر جديد، ودي الورك اوردر اللي المفروض ان هي اساينمنت عليا او على التيم بتاعي. وهنا تقدر تفتح مثلا الورك اوردر، فبتلاقي كل حاجة موجودة، الرقم بتاعها والاسيت تاج بتاعتها واللوكيشن بتاعتها والستيتس والبريوريتي والكاتيجوري بتاعتها والسبجكت، وهل هي خلصت ولا مخلصتش، ومحتاجة كام يوم عشان نعمل لها الصيانة بتاعتها وهكذا. كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها هتلاقيها موجودة.